عليكم، معكم مطبخ ام علي من نيويورك. وحشني جدا يا جماعه، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل حاجه حلوه جدا جدا جدا. قد ايه سهله وبسيطه. هنعمل الرز وهنضيف عليه اضافات جميله زي ما انتم شايفين كده بالايسنج والفروت. اتمنى تجربوه، هيعجبكم جدا جدا جدا. انا عملت شكل قلوب بالشكل ده وحطيت الفروت من عليه. يلا تابعوا الفيديو وشوفوا الطريقه عامله ازاي، قد ايه بسيطه وجميله وهتعجبكم ان شاء الله. بس لو اول مره بتزوروا القناه وعجبكم الفيديو، اتمنى تشجعوني بلايك وتعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس علشان اي جديد من فيديوهاتي لما اعملها يوصل لكم ان شاء الله. يلا بينا عشان يتابع الفيديو. هنا نزلت بالرز كوبايه واحده وضفت عليها اللبن اقل من كيلو. دلوقتي هحتاج لبن طبعا تاني، بس اول ما تبتدي تغلي ويشرب مني اللبن هبتدي ازوده تاني. شوف معايا بالشكل ده، هبتدي اضيف لبن تاني. ما بديلوش لبن الا ما الاقيه محتاج لحد ما يجهز معايا. كوباية سكر بودرة، بسم الله، واقلب بقى. بسم الله. واسيبه بتاع 5 دقايق على نار هادية. هنزل بالفانيليا بتاعتي، انا عندي بودر هنزل بيها حوالي معلقة صغيرة بالشكل ده. لو عندك سائل حط حاجة بسيطة وبخلطهم كويس مع بعض. وهنا هبتدي احطه هنا، هنزل بيه كده بسم الله، و hot very hot بالشكل ده. بأي حاجة بحبها ابتدي اشتغل بيها. قد ايه ريحته حلوة قوي. جهزت ايسنج وعملته خفيف بالشكل ده. هبتدي اضيف بقى اللون بتاعي، اي لون انا بحبه. بسم الله بالشكل ده. شايفين اداني لون حلو قوي قوي. الكون بتاعه عاجبني جدا، هشتغل عليه بعد الوقت. بجيب الايسنج بتاعي بحطه هنا في زيبلوك او اي كيس عندي. انزل كله. اتأكد بس اني هقفل ده كويس عشان ابقى على راحتي. وانزل بكل هنا في الكورنر ده. بعدين هقص حتة صغننة اوي. That's it. واشتغل بقى. نفس الشيء.
حلو قوي. ببتدي انزل بالستروبري بتاعي في الميدل كده في قلب الهارت بالفراوله بتاعتي. اي فروت بحبه احطه. وبقدمه بالشكل الحلو قوي ده. قد ايه شكله حلو جدا وطعمه جميل جدا جدا وخفيف قوي 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 وغير مكلف زي ما انتوا شفتوا. كل حاجة موجودة في البيت ان شاء الله تقدروا تعملوها بطريقة سهلة وبسيطة وتغيير والكل هيحبها. اتمنى طريقة النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تشجعوني بلايك. لو اول مرة بتزوروا القناة اتمنى تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس علشان اي جديد من فيديوهاتي لما اعملها يوصل لكم ان شاء الله. انجوي يا جماعة. كان معكم مطبخ ام علي من نيويورك. هعمل معاكم تيستي دلوقتي. طبعا باخد الفراولة بتاعتي، هي المعلقة بتاعتي بشتغل بيها دلوقتي وابتدي بقى اعمل تيستي بقى. الله الله الله، شايفين؟ يامي. طبعا بفضل كده لحد ما خلص. حقيقي يا جماعة ناعم جدا جدا، كل حاجة فيه مظبوطة مظبوطة جدا جدا تبارك الله. قد ايه سوفت جميل الايسنج اللي احنا عملناه ده، كريمي قوي وسوفت قوي قوي. اتمنى تعملوه هيعجبكم ان شاء الله. انجوي يا جماعه.